أحسن الله إليكم. أم محمد من الخبر، تفضلي يا أم محمد ويكون السؤال مختصرا، تفضلي. الله يعطيك العافية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا عندي سؤالين يا شيخ، الله يعطيك العافية. تفضلي. السؤال الأول، أنا عندي ذهب وطبعا ما هو للزكاة، يعني أنه ذهب لي نستخدم يعني أنا وبناتي، يعني ما زكي، كنت أتصدق عنه ولكني ما زكيه يعني. شكرا لك يا أم محمد. الذهب هل تزكيه فضيلة الشيخ، تستعمله هي وبناتها؟ الذهب المستعمل لا زكاة فيه على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم.